العدس، ما عندي مشكلة في العدس، بس تحكم لي بالاعتذار. ما معتذرة أنا، ما معتذرة. اعتذار ما رح أعتذر، اعتذار ما رح أعتذر. لو ينزل علي جبريل عليه السلام ويقول لي اعتذري، ما رح أعتذر، ما رح أعتذر. أكل عدس، الله عاد يا العدس، ما أكله، شاربة، نايمة، مكلمة في الكابينة، ولا أرى أحد شيء، ولا أرى أحد شيء. أنتم متجون أغلى من عيالي يا اللي أنتم قاعدين تنتقمون مني. أنت قاعدة تتابعيني، أدري الناس تتابعيني وتبين تشوفيني عقب العدس اللي بتوكليني إياه. ورحتي وكلمتي أبو سارة وقلتي له لا أبشرك الأمور طيبة، بنأكلها عدس واعتذار وتعهد. ما هو بصاير هذه الثلاثة، هو بيصير تدرين وشو بيصير؟ إني أنا باكل عدس، بس إني أعتذر لس لو تنطبق السماء، لو أقعد في العدس، شفت العدس ذا أقعد فيه ما أطلع، بس ما أعتذر من نفس، والله ما أعتذر من نفس. أنا أقولها قدام الملأ، لن أعتذر من نفس لو جبريل عدس.